ركبت القطار مع أمي وأخوي. الرحلة كانت حلوة ومفصلة. فيها كل شيء، يعني فيها حيوانات، فيها ألعاب، فيها فعاليات. أجواء يعني جميلة عائلية، الجو أصلا نفسها حلو، وفي احتفالات وتحس بالوطنية. جيتي في الظلمة لأبنائك بريق، حكاية للنجاح في كل سطر، استمري فوق المجد العريق، كلنا نمر في التحية غضب.